بتشرف طبعا ان انا موجود في وسطكم النهارده، في اهلي واصدقائي وزمايلي دكاتره العراق. بشكركم طبعا يعني، وبشكر طبعا انترناشونال اكاديمي على الدعوه الكريمه دي، ان هم سمحوا لي بالفرصه ان انا اتواجد يعني مع مجموعه كبيره جدا من الاطباء والصيادله والدكاتره. احنا النهارده هنتكلم على شويه حاجات مهمه جدا على الماركتنج والسيلينج سكيلز. خليني اجو ثرو كده بسرعه واقول لكم انا مين. انا اسمي دكتور عطيه، معايا دكتوراه في الماركتنج. انا من الناس القلائل اللي موجودين في الميدل ايست اللي معاهم دكتوراه في الهيلث كير سيكتور. عندي اكتر من 25 سنه بشتغل في انترناشونال كومبانيز في الفارماسيوتيكال واللابراتوري والهوسبيتالز. بدرس في الجامعه وبناقش طبعا رسائل ماجستير ودكتوراه وام بي اي ودي بي اي. والفترة اللي فاتت كده ابتديت اشتغل على الجزء بتاع السوشيال ميديا. عندي هاشتاج شهير كده اسمه اتعلم مع عطية. الهاشتاج ده عليه اكتر من 30 مليون فيورز على السوشيال بلاتفورم. فانا قلت مش معقولة بقى، يعني احنا الناس بتاعت الماركتنج اللي احنا ما بنبقاش متواجدين على الجزئية بتاعت السوشيال ميديا والناس كلها موجودة والناس كلها افيلابل وموجودين وبيحضروا معاهم. ده امبريف كده انا مين يعني، او البايوجرافي بتاعتي ايه. عندي فيديوز كتيرة قوي موجودة على الانترنت. عندي فيديو معدية 8 مليون مشاهدة، عندي فيديوهات تانية معدية المليون و200 و2 مليون و3 مليون. طبعا في سؤال دايما الواحد بيحب يسأله لنفسه قوي كده ويسألوا للناس اللي هو يعني بيشتغل معاهم وتواجد معاهم، احنا هنا ليه؟ دايما السؤال ده دايما سؤال كوني كده، والواحد كان بيسأله لنفسه فترة من الفترات طويلة جدا، ان هو بيحضر اجتماعات طويلة وبيتواجد في اماكن كتيرة وبيعمل حاجات كتيرة قوي في حياته، كل يوم بنعمل حاجات جديدة، فبيسأل نفسه احنا هنا ليه؟ حد كده من الدكاتره الاطباء الموجودين كده يقول لي احنا موجودين النهارده ليه؟ دكتور مرتضى قول لي. دكتور يعني فيما يخص امور التسويق بالذات يعني. برافو عليك. حسب ما اعتقد. برافو عليك، برافو عليك. يعني حضرتك ايه اللي خلى حضرتك يبقى عندك ريال كونسيرن اللي انت تيجي تحضر حاجه امور التسويق الطبي او امور التسويق العادي؟ اكيد انت عندك جواك ريال كونسيرن وعندك حاجه لمعرفه معلومه جديده او تريفريش معلومه قديمه. فالفكره دي اللي انا عايز اقول لك احنا هنا ليه، احنا موجودين ليه. دايما احنا نسال نفسنا السؤال ده. السؤال ده هو ده الكي سكسيسيف ستوري بتاعت اي حد فينا. ان النهارده لو عرفنا احنا بنعمل اي حاجه احنا بنعملها ليه، هنقدر نوصل لحته بعيده قوي. ده هيودينا لايه بقى؟ هيودينا للاوبجكتيف. لان مجموعه جدا كبيره جدا من الشباب والناس اللي موجوده في الحياه يقول لك انا يلا بينا نعمل حاجه معينه، يلا احنا اتخرجنا من كلية الطب او من كلية الصيدلة او فيترينري او اي تخصص، طب احنا هنعمل ايه؟ الخطوة الجاية بتاعتنا ايه؟ فاحنا لازم يكون عندنا اوبجيكتيف، والاوبجيكتيف ده يكون سمارت، لازم يكون محدد المدة، لازم يكون متقاس، لازم يكون اتشيفابل اقدر احققه، لازم يكون رياليستيك، لازم يكون تايم باوند. كل الحاجات دي الناس كلها دلوقتي بتدور في علم التسويق والاداره واداره الاعمال، اللي كل واحد فينا وكل واحد من المؤسسات اللي احنا موجودين فيها محتاج اللي هو يبقى عنده ميزه تنافسيه. والتسويق دلوقتي والماركتنج في العالم كله الناس كلها بقت موجوده، الشركات كلها موجوده، القطاع الطبي كله موجود، الاطباء والعيادات مفتوحه في كل حته. بس كل واحد فينا محتاج اللي هو يكون عنده ميزه تنافسيه بتفوق الناس اللي ما جنبه. هو ده اللي بيخليك ان انت تروح تزور الطبيب ده وما تزورش الطبيب ده، تخش الصيدليه دي وما تخش الصيدليه دي، تاخد الدواء ده وما تاخدش الدواء ده. فالموضوع اللي انت يبقى عندك كومبيتيتيف ادفانتج او ميزه تنافسيه حتى على مستوى الاشخاص، على فكره حتى على مستوى احنا كاطباء، احنا كصيادله، فاحنا لازم يكون عندنا، اعرف ان انا يكون عندي فينجر برينت وميزه تنافسيه مختلفة عن الناس اللي حواليا. هو ده اللي هيميزني، وهو ده اللي هيخليني يقولوا لا ده احنا هنشتري المستحضر الفلاني الدواء الفلاني ومش هنشتري الدواء التاني. هنروح للمستشفى دي ومش هنروح للمستشفى دي. هنطلع للطبيب ده ومش هنطلع للطبيب ده. فالجزئية بتاعت الكومبيتيتيف ادفانتج، طب انا اخلقها ازاي بقى الكومبيتيتيف ادفانتج؟ الميزة التنافسية دي انا اعملها ازاي؟
يبقى انا لازم انا الاول ابقى عارف انا الكاستمر بتوعي ايه، الفئه المستهدفه بتاعتي عامله ازاي، مين الزباين بتوعي اللي انا هشتغل عليهم وعايز اوصل لهم وعاوز اروح اقول لهم انا موجود اهو. فانا دلوقتي النهارده بشتغل على برود تارجت. يا حمزه بتلعب في الشاشه، يا حمزه انت خلي بالك. بشتغل على برود تارجت. يعني ايه برود تارجت؟ يعني انا النهارده سبيشاليزد، انا دكتور سبيشاليزد بتاع بطنه، انا مندوب بشتغل على مستحضرات الانكولوجي، بشتغل على برود سبيكترم انتي بايوتيك. فانا النهارده الدواء بتاعي والمستحضر بتاعي مش بيتاخد للناس كلها، بيتاخد على نارو تارجت، بيتاخد لمجموعه من الناس فقط. فانا النهارده لازم اعرف الفئه المستهدفه بتاعتي هي عامله ازاي، هي برود تارجت ولا نارو تارجت. لو دي حته. الجزء الثاني، انا الكوست بتاعي عامل ازاي، سعري اخباره ايه، دنيتي عامله ايه. الحاجه اللي انا ببص عليها الثانيه بقى، اللي انا الديفرنشيشن، اللي انا النهارده مختلف ازاي عن الناس اللي حواليا. مربع زي كده او بوكس انت بتشوفه زي كده، لازم تبقى عارف الاكس والواي، الصاد والسين. فانا النهارده احدد انا بقى موجود فين من كل المستحضرات او المنتجات، او حتى انا على المستوى الشخصي بتاعي انا فين. فانا النهارده هقول ان انا المستحضر بتاعي او انا الكوست او السيرفيس اللي انا بقدمها لو كوست، بس بشتغل على برود تارجت، بشتغل على الناس كلها، انا بتاع جي بيز فانا بشتغل على الناس كلها. فيبقى الكوست ليدرشيب هو ده اهم حاجه الناس بتدور عليها. بس لو انا النهارده بشتغل ديفرنشيشن، عايز اميز نفسي وعايز ابقى مختلف عن البرود تارجت الموجود، فانا يبقى ايه، هشتغل على الديفرنشيشن، انا هقدم خدمه وحاجه مميزه مش موجوده عند حد تاني. فانا لازم انا ابقى عارف انا اشخص نفسي الاول اخباري ايه وعامل ايه. خلينا نسال نفسنا سؤال مهم قوي، ايه هو الماركتنج؟ ناس كتير قوي بتتكلم على التسويق، واحنا بنفهم في التسويق، وبقى في شركات كتيره جدا والاطباء والصيادله والناس كلها بتتكلم على التسويق، بس تيجي تساله معنى كلمه تسويق ايه؟ فيبص لك كده ويقول لك ان انا ابيع المنتجات. لان في فرق كبير جدا بين التو تيرمز اللي احنا هنقولهم دول، الناس بتاعت الماركتنج والناس بتاعت السيلز، في فرق كبير جدا بينهم. ازاي بقى؟ ان الماركتنج اللي انا النهارده لو حبيت اقوله في وان وورد، في كلمه واحده، هو الكوميونيكيشن، التواصل الجيد مع الزباين والعملاء بتاعتي. الفرق بين الماركتنج والسيلز فرق مهم قوي، الفرق بينهم المخ والعضلات. يعني ايه المخ والعضلات؟ يعني الماركتنج النهارده هو لونج تيرم بروسيس وريليشن شيب بين الكاستمرز وال فالماركتنج هو ايه؟ لونج تيرم ريليشن شيب مع كأنا مقدم الخدمة أو أنا شخصيا ومع الكاستمر بتوعي، وكل ده أندر ريتيرن. يعني إيه أندر ريتيرن؟ يعني لازم يكون فيه استفادة سواء ليا أو للزبون. بمعنى إيه؟ بمعنى النهاردة أنا النهاردة مش لازم الريتيرن ده والاستفادة دي تكون مادية فقط. يعني مش لازم أنا أقدم خدمة ببيع حاجة أبيعها وأخد فلوسها، لأ، ممكن أنا النهاردة أكون بقدم خدمة بس في ريتيرن تاني، في ريتيرن سايكولوجيكال، وده اللي بيعمله شركات الادويه لما بتيجي تعمل لونشنج لمستحضرات جديده وادويه جديده في السوق. بيحصل ايه؟ يبتدي النهارده ينزل عينات، ينزل ادويه جديده، ينزل يعمل كلينيكال ترايل، يعمل علاقه بين الطبيب والدكتور، بين الشركه والطبيب، من غير اي ريتيرن. ممكن انت النهارده تقدم خدمات للناس وما بتاخدش منها اي مقابل، بس الفترة اللي انت على اساس اللي انت بتعمل نوع من انواع الاورنس والمعرفة للمستحضر بتاعك، للبرودكت بتاعك، لشركتك، لعيادتك، للمجال الطبي عموما، وبعد كده بتبتدي تاخد الريتيرن بتاعك. انت ممكن النهاردة على السوشيال بلاتفورم او كاحنا كمندوبين بنروح نزور الاطباء، والاطباء دي عندنا دايما مشكلة في العراق كبيرة جدا. الاطباء اللي هم الكلاس A اللي عندهم زحمه جدا او عندهم نمبر اوف بيشنت عالي جدا، فالويتنج تايم بيبقى عالي. وانا المفروض انا مطلوب مني النهارده اعمل 5 زيارات للاطباء دول، كويس؟ فانا النهارده عشان ازور المجموعه الاطباء اللي في الشوارع الزحمه والصيدليات الكبيره عندي، بيبقى عندي مشكله كبيره جدا.
فانا ازاي النهارده اعرف اتعامل مع المشكله دي واتعامل مع القصه دي واحلها واحلها بسهوله. لو احنا النهارده اتكلمنا على الماركتنج فانا لازم انا ابقى فاهم ازاي اعرف اتعامل مع الناس، لان جزء من الماركتنج هو الكوميونيكيشن سكيلز، التعاملات الجيده مع الكاستمرز والزباين بتوعي. ممكن يكونوا الزباين بتوعي دول اطباء، ممكن الزباين بتوعي دول يكونوا صيادله، ممكن الزباين بتوعي دول يكونوا ديستريبيتور وموزعين، ممكن يكونوا الزباين بتوعي ده لو انا فيزيشنز الايه البيشنت اللي بيجوا لي العياده او بيبتدوا يطلبوا مني حاجات او استشارات او حاجات زي كده. كويس؟ ففي اربع انواع من الايه؟ اربع انواع من الكاستمرز اللي هو اللي انا بقابلهم. الكاستمر ده زي ما قلت لك كده هم اربع انواع، وانواع الزباين اللي انا بقابلها ممكن يكون دايركتور، اللي هو بقى نوع ايه الدايركتور ده؟ اللي انا بروح ازوره النهارده هو عاوز يسيطر على الكول، عاوز يسيطر على القعده، عاوز يسيطر على محور الكلام. طب انا اعرفه ازاي؟ اعرفه ان هو لازم هو الاول بيبقى جول اورينتد، بيبقى الناس الكي اوبينيون ليدر، الناس الكبيره، الناس اللي عندها البروفيسورز، الناس اللي موجودين في المستشفيات التعليميه والجامعيه، بيبقى ريسك تيكر، ما بيشتغلش وما بينتجش كويس غير ايه؟ اندر ستريس، ودايما هو بيليد القعده وبيحب كده. طب انا لو دخلت العياده بتاعه اعرفه ازاي؟ اشوف الاقي شهادات موجوده في كل مكان، الاقي في نظام، الاقي مكتبه كله دروع وصور مع رؤساء ومع ناس مهمه في الحياه. طب ده اعرف اتعامل معاه ازاي؟ اتعامل معاه اللي انا اديله الليدز، لازم اديه اعمله جزء امباثي في الاول، لازم افهمه اللي انت استاذنا، اللي انت النهارده احنا بنتعلم منك، ايه خبراتك مع الادويه او الكلاس بتاعت الفارماسيوتيكال ثيرابي اللي انا بشتغل عليها، وابتدي اوصل له معلومه بس بان دايركت واي. تمام؟ يبقى التايب ايه هو الدايركتور اللي هو بياخد الحب ايه، يقود المسيره ويقول الكول والكلام. تاني واحد تايب بي اللي هو بقى الشخص الاجتماعي اللي هو ايه، يحب يصاحب، يحب تقعد تتكلم معاه، تحب تكلمه على ازاي ميسي اتنقل من برشلونه راح باريس سان جيرمان. اللي بيخليه الموتيف اللي بيخليه يكتب وبيتفاعل معاك هي الايه؟ السوشيال ريليشن شيب. ده لازم تبقى انت عارف عيد ميلاده امتى؟ مواعيده ايه؟ ولاده بيشتغل موجودين فين؟ بيروحوا مدارس ايه؟ تتعيد عليه في المناسبات وفي الاعياد وفي الحاجات اللي بتحصل في الدنيا. ثالث نوع اللي هو التايب سي اللي هو الثينكر، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو الاناليتيكال، المفكر، او اللي بيحب يحلل كل حاجه، اللي بيحب الديتيلز. فانت محتاج اللي انت تقول له لما تكلمه على المستحضر بتاعك، تكلمه على المود اوف اكشن بتاعه، تكلمه على اللوجيك بتاع الادويه بتاعتك عامله ازاي. ما يعرف، ما ينفعش اللي انت تكلمه او تروح له من غير ما تبقى انت محضر كده نفسك، من غير ما تبقى بريبيرد، تبقى مجهز كل حاجه. رابع نوع اللي هو تايب دي اللي هو السبورتر. كويس؟ اللي هو ايه؟ تاسك اورينتد، اللي هو على طول حريص. في تايب اكس بقى اللي هو خليط بين حاجات من كل دول مع بعض. فانت النهارده كراجل ماركتير، كراجل بتحب الماركتنج، كراجل لازم تفهم في الماركتنج، لازم انت تفهم في الجزء بتاع البيرسوناليتي تايب، لازم تبقى فاهم الشخصيات اللي حواليك. النهارده بقى ايه؟ هستفيد انا ايه من القصه دي؟ في حاجه اسمها بيرسوناليتي تيست. بيرسوناليتي تيست ده شركات ادويه كتيره قوي، لو انت راجل بقى اكزيكتيف او راجل مدير كبير او راجل، حتى لو ايفن انت راجل مندوب وصغير، بتعمل ايه بقى؟ لازم تبقى عارف البيرسوناليتي تيست ده. البيرسوناليتي تيست ده اتعمل في سنه 1962، من فتره طويله جدا. الفكره بقى ايه؟ الفكره اللي انت لازم تبقى فاهم كويس البيرسوناليتي تيست، لان ده تيست كده ممكن تعمله للامبلويز اللي هم جايين بيشتغلوا، النيو امبلويز اللي هم جايين يتعينوا جديد، ودايما شركات كتيره قوي، او لو انت رايح تقدم في شركه ممكن يعملوا لك التيست ده عشان يبتدي يعرفوا نوعيه الشخصيه بتاعت حضرتك ايه. فانت النهارده كراجل راجل ماركتير او راجل شغال في شركه ادويه او طبيب، او فانت النهارده لما بتيجي تعين ناس لازم تبقى فاهم كويس موضوع الايه البيرسوناليتي تيست ده، اخباره ايه، دنيتها عامله ازاي. تعمله لنفسك، ده ممكن تنزله من على الانترنت وتعرف، هتلاقي فيه 16 نوع من انواع الشخصيات الموجوده. لو انت النهارده كراجل مندوب، كراجل دكتور، كراجل صيدلاني، فانت النهارده محتاج اللي انت تبقى عارف كويس
طبعا كل الكلام اللي احنا بنقوله ده اوتلاينز كده، عناوين رئيسيه ومجرد تعارف بينا وبين بعض. بس هي الفكره في ايه بقى؟ اللي انت لازم تبقى عارف شويه، تبقى فاهم ماركتنج، فاهم تسويق، فاهم استراتيجي، فاهم ازاي الشركات بتفكر وانت تفكر معاهم ازاي. لازم تبقى فاهم بيرسوناليتي تيست كويس، لازم تبقى فاهم ادفانسد سيلينج سكيلز بطريقه هايله. طب احنا لو حبينا نبص النهارده على الادفانسد سيلينج سكيلز، يعني ايه الراجل البياع ده؟ اعرفه ازاي؟ ببساطه كده، الراجل البياع لازم يكون عنده assertiveness، عنده اصرار، عنده دايما انا اقول كده اللي هو بيبقى عنده فولو اب قوي. لان ايه بقى؟ لان الشباب دلوقتي مندوبين بقوا كتير قوي، الاطباء كتيره، قطاع الطب كبيره، الكورونا موجوده في كل حته. فدلوقتي النهارده الاسيرتفنس والاصرار والمتابعه الجيده ده روح وحاجه اساسيه من اساسيات الشغلانه. ان انا راجل ابقى بياع بتاع ماركتنج او راجل بتاع سيلز ريبريزنتيف، فانا محتاج النهارده يكون عندي متابعه قويه قوي اللي انا اعمل ساتسفاكشن للنيد بتاع الباير بتاعي. كل ده عشان يبقى فيه احنا الاثنين في ميوتشوال بينيفيتس لينا، يبقى فيه وين وين سيتويشن. مش مجرد بس ان هو يكتب لي الدواء بتاعي او اخد اوردر من الصيدليات وخلاص، لا، انا محتاج ان انا النهارده ياخد هو فايده وانا استفيد انا كمان. يستفيد ازاي؟ يستفيد ان هو العيان بتاعه يخف بسرعه، يستفيد ان انا الافيلابيلتي بتاعت الدواء موجوده في كل حته، لو عندي عنده اي مشكله ولا اي حاجه مع الشركه يقدر يتصل بيا ويكلمني وانا اتواصل معاه، لو هو صيدلاني يقدر ببساطه وبطريقه كويسه ان هو ياخد خصم كويس، ياخد بونص كويس، البضاعه تبقى موجوده عنده على طول، لما يكلمني وعايز اوردر والبضاعه خلصت عايز بضاعه تانية شغال. فدي من الحاجات الاساسيه اللي انا لازم انا ابقى فاهمها، اللي احنا هي كفتين ميزان، وين وين سيتويشن. محتاج ان انا اتعلم اعرف كويس المستحضر بتاعي عامل ازاي، اوصل له المعلومه واوصل له الحاجه بطريقه شكل كويس، وهو في نفس الوقت برضك بيستفيد مني وبيستفيد من البيشنت. لان في ناس فاكره ان النهارده لما انا باجي ازور الطبيب، الطبيب كل همه ان هو يعني يبقى في دول بينيفيتس مع الشركه. لا، هو النيد الاساسيه بتاع الفيزيشن دلوقتي اللي هو عاوز ايه؟ عاوز العيان بتاعه يخف. لان الايمج بتاعت الدكتور ان العيان يخف ويخف بسرعه. لان النهارده انت النهارده لما بتروح لدكتور، انت مريض ورحت للدكتور، مش هتقول الدواء كويس، ولا هتقول المقابله مش عارف عامله ازاي، ولا هتقول الطبيب ده هايل لان انا كان عندي سيمتومز وعندي اعراض معينه وخفيت بيها وتحسنت بسرعه. فالايمج دي من الحاجات المهمه جدا، كل حاجه تيجي بعد كده. فالسيلز مان سواء ميديكال ريب او سيلز ريب، من الحاجات المهمه قوي اللي هو ايه؟ اللي هو الدول بينيفيتس واللونج تيرم ريليشن شيب اللي احنا اتكلمناها من شويه، اللي هي من تعريفات الايه؟ الماركتنج. من الحاجات المهمه قوي بقى عشان ابقى مندوب شاطر وناجح، اللي انا ابقى سيلف ستارتر، اللي انا ابقى بادئ الاعمال، ما اقعدش استنى شركتي تقول لي، ما اقعدش استنى مديري يقول لي، ما اقعدش استنى يقول لي روح لزور الطبيب ده وما تزورش الطبيب ده، ده كلاس ايه وبقالك مده ما زرتهوش، انت النهارده الصيدليه دي لسه ما جبتش منها ليه اوردر. انا اللي بجيب الافكار وانا اللي بحكي الحكايات، بس كل ده مش عشان انا النهارده اوصل للتارجت وعشان احقق الاتشيفمنت بتاعتي واخد البونص بتاعي اعمل اي حاجه، لا، كل ده بطريقه ايثيكال، بطريقه صحيحه، بطريقه تخليني اقدر اوصل للاوبجكتيف بتاعتي بطريقه كويسه. يبقى انا سيلف ستارتر بطريقه ايثيكال، يبقى انا عندي انيشيشن كمان. يعني ايه عندي انيشيشن؟ انا النهارده اللي بشغل مديري، انا اللي بشغل شركتي، انا اللي بحاول اوصل لحته بعيده. ما بقعدش اقعد كل شويه اعمل ايه النهارده يا ريس؟ اعمل ايه النهارده؟ اروح فين؟ انا فلا، الكلام ده للشباب الجداد اللي لسه بادئين ولسه مش عارفين الدنيا عامله ازاي. بس انا النهارده الانيشيشن كلها او بادئ بالاعمال من عندي انا. بجانب كمان اللي انا ابقى سيلف ديبندبل، اللي انا بعتمد على نفسي. انا النهارده عندي مشكله ما بلجاش لمديري ولشركتي غير لما يبقى عندي مشكله، بس انا ارجع لمديري وشركتي واقول لهم ده كان في مشكله في القصه في الحته الفلانيه، كان في ستوك وخلصته. بخبرهم، مش بقعد اشيل مديري طول النهار الهم وخلاص، لا، انا بارتنر معاه بساعده وبسبورت اللي احنا لا اتشيف ونجيب التارجت. اللي انا من اهم الحاجات
الناس كل الشباب وكل الدكاترة وكل الناس المحترمة اللي موجودة حاضرة معايا النهاردة عندهم motivated to learn، عايزين يتعلموا حاجة جديدة، عايزين يو اد فاليو، عايزين يسمعوا معلومة جديدة. من أهم الحاجات اللي أنا أبقى عندي confident في المستحضر بتاعي، confident في شركتي، confident في ماي سيلف، يعني الثقة في الشركة اللي أنا بشتغل فيها حتى لو كانت شركة صغيرة. فيجي حد يقول لي لا يا عم دي شركة تعبانة، دي شركة أبدا، لا ده البينيفيت بتاعتها كذا، ده 2 3 4. المستحضر بتاعي حتى لو هو جينيريك، حتى لو هو اوريجينال، حتى لو هو ايه، لازم ادافع عنه. بلس كمان ما انا مش هقدر ادافع عن المستحضر وعن الشركة وعن نفسي غير لما انا ابقى عارفهم كويس. يبقى من اهم الحاجات اللي انا لازم انا ابقى عارفها البرودكت نوليدج. البرودكت نوليدج يا جماعه بتسبورت السيلينج سكيلز بشكل رهيب قوي، لان انا ممكن النهارده اكون انا احسن بياع في الوجود بس ما عنديش النو هاو بتاعه المستحضرات والحاجه دي، فانا يحصل لي ايه؟ فابتدي النهارده اروح للزباين واكلمهم وبعد كده يسالوني اسئله وانا مش عارف ارد عليها، يقولوا لي حاجه وانا مش عارف. اتفضل يا دكتور عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا فندم. يعني حضرتك ده تتكلم يمكن على موضوع البرودكت ماركتينج، ممكن نتكلم عن السيرفيس ماركتينج؟ طبعا طبعا طبعا. بص سعادتك، هي كلمة برودكت الكتاب بيقول ايه؟ فيليب كوتلر في 2017 عمل كتاب سماه فروم تراديشنال تو ديجيتال، يعني الراجل ده عنده 75 سنة، في 2017 عمل كتاب بيغير كل افكار الماركتينج. من اهم الترمينولوجيا يا دكتور اللي هو كلمة البرودكت. البرودكت ينطبق تحتها حاجتين، تكون حاجة تنجبل ممسوكة بالايد، ده البرودكت، والسيرفيس اللي هي الخدمة اللي احنا بنقدمها للكاستمر بتوعنا. ففي الترمينولوجي يا دكتور مفيش فرق بين البرودكت والسيرفيس، يعني لما اقول لحضرتك كلمة برودكت، برودكت نوليدج، يعني انت لو حضرتك بتشتغل في السيرفيس يبقى انت ايه، سيرفيس اسمها يعني برودكت نوليدج، تبقى سيرفيس نوليدج. كويس؟ يعني يعني انا عايز اوصل لحضرتك اللي انت النهارده لما بتروح تدفع مثلا للشركات المحمول، بتشحن رصيد مثلا او بتدفع الفاتوره بتاعت حضرتك، دي سيرفيس، ما بيدكش في ايدك مكالمات او دقايق بتمشي بيهم كده، لا بتاخدهم على تليفونك، حاجه انتنجبل مش ممسوكه بالايد خالص. السيرفيس احنا كل اللي احنا على فكره اللي احنا بنبيعه احنا كقطاع طبي بنبيع ايه؟ بنبيع سيرفيس. حتى انت لو انت صيدلاني واقف في الصيدليه كويس، بتبيع برودكت، بس في الاول وفي الاخر انت بتبيع سيرفيس. ليه بقى؟ لان انا جيت لحضرتك الصيدليه، حضرتك قابلتني بابتسامه جميله، إيه طب انت الروشته دي من مين؟ طب من الدكتور فلان، لا ده في دواء مش باين، طب نكلم الطبيب، طب خد ده، تروح كاتب له البريسكريبشن دوز بتاعتها ايه، بتاخد مره ثلاث مرات قبل الاكل مش عارف بساعه. كويس؟ خد رقم تليفوني انا دكتور عبد الرحمن، لما تعوز مني اي حاجه او تعوز اي حاجه عندك اي مشكله صيدلانيه كلمني انا. هو دي شغلتك؟ اه شغلتك، بس انت بتقدم سيرفيس اكسترا سيرفيس على البرودكت سيرفيس. انت لو انت جيت بقى للكتاب الصحيح بقى اللي انت النهارده بتصرف الروشته، هو جالك النهارده قال لك انا عاوز علبه بنادول، فرحت اتفضل هاتها من رف يا ابني، اتفضل البنادول بكام؟ ب 10 دولار باكس يعني. كويس؟ فانت النهارده، واصعب حاجه عبد الرحمن باشا البيع اللي هو السيرفيس، الجزء بتاع السيرفيس ده من اصعب الحاجات. ليه بقى؟ لانها انتنجبل مش ممسوكه بالايد. اتفضل يا فندم. نعم عفوا، انا سؤالي يعني احنا وي ار انتو هوسبيتال اونرشيب، يعني انا اتكلم عن الـ عن سيل تو، يعني مو برودكت، مو ادويه، مو هذه، لا هاو تو برينج ذا بيشنتس تو ماي هوسبيتال. هاي 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 نعم، فالسيرفيس which is not product that I need to sell. يس. انت بقى ما انت انت دكتور بقى ايه، جيت في ملعبي بقى. ليه بقى؟ لان انا رساله الدكتوراه بتاعتي بتتكلم على الموضوع ده بشكل كبير جدا. بتتكلم على ايه بقى؟ في حاجه علم جديد دلوقتي يا دكتور بيتكلم اسمه هيومن سنتريك ماركتنج. ايه الهيومن سنتريك ماركتنج ده؟ دايما كان زمان الناس كلها مهتميه بالبرودكت اللي هو التنجبل ده، بس الهيومن سنتريك ماركتنج اللي انت النهارده هاو تو ديل وذ ذا كاستمر، حاضر دكتور عبد القادر، حاضر، هاو تو ديل
with the customer كويس as human to human. تمام؟ يعني ايه؟ يعني النهارده كان اهتمام الشركات المستشفيات القطاع الطبي كله بيهتم بايه؟ بيهتم النهارده اللي هو يجيب احسن اطباء، يعمل احسن بيلدنج، يجيب احسن اجهزه، يعمل احسن خدمات جوه المستشفى بتاعتي. بس يخش يلاقي ايه؟ يلاقي التمريض مش تمام، المعامله مش كويسه، كويس؟ الكاستمر سيرفيس مش حلوه. فانت النهارده ازاي تعمل اتراكشن وتعمل اتاتشمنت للبيشن ده كويس وتقدم له سيرفيس كويس. في جزئين بقى عشان تو اتراكت الكاستمر بتوعك اللي هو انت كهوسبيتال تو اتراكت الكاستمر بتاعك اللي هو البيشنت. في طريقتين، في طريقه اللي انت تشتغل اللي انت ازاي تجيب ريفينيو بقى، تشتغل اونلاين واوفلاين. الاونلاين اللي انت حضرتك عارفه اللي هو الجزء بتاع ديجيتال ماركتنج والجزء اللي هو يس يس يس. في بقى الجزء الثاني اللي هو الاصعب اللي هو ايه؟ اون ذا ماركت يس اون ذا ماركت، اللي انت ازاي تعمل كونتراكت. اكتر حاجه بتجيب ريفينيو للمستشفى الجزء اللي هو بتاع الكونتراكت، اللي انت تعمل تعاقدات مع شركه الكهرباء، مع شركه الاتصالات، مع شركات البترول، مع الشركات الكبيره. تمام؟ وانت النهارده هتقدم لهم برايس مختلف عن البرايس بتاع الووكن بيشنتس. تمام؟ فانت النهارده يبقى عندك ايه؟ عندك يبقى احنا قلنا ايه؟ اونلاين اللي هو الجزء الديجيتال، والجزء اللي هو بتاع الريتيل او بتاع الكوربريت، وفي جزء بتاع الووكن بيشنتس. الووكن بيشنت ده اللي هو العيان اللي بيعدي قدام المستشفى او بيعدي العياده او بيعدي اللي بيبقى موجود. او الناس دلوقتي كلها كمان يا دكتور بتتكلم على حاجه مهمه قوي. بتتكلم على حاجه اسمها فايرال ماركتنج. ايه بقى الفايرال ماركتنج ده؟ مع الكورونا فايروس الترمينولوجي ده ابتدى يظهر. اللي انا النهارده انا طبيب وجيت للمستشفى بتاع الدكتور عبد الرحمن فعاملوني كويس جدا وتابعوني، وبعد اسبوع ولا 10 ايام حاولوا اللي هم يتواصلوا معايا، اخبار حضرتك ايه؟ بنت لطيفه كده كلمتني، احنا مستشفى دكتور عبد الرحمن، حضرتك كنت عندنا من اسبوع، كنت بتعدي من سيمتومز 1 2 3، احنا بنطمن عليك، احنا مش عاوزين منك اي حاجه، احنا بنطمن على حضرتك، اخبارك ايه؟ فيبتدي يعمل ايه بقى؟ هو يخش يروح فاتح الكمبيوتر او ماسك التليفون يعمل فايرال ماركتنج. يا جماعه الخير انا رحت المستشفى اكس الاسبوع اللي فات وحصل معايا موقف 1 2 3. طبعا لو موقف ايجابي بيحكي، فالموقف ده حضرتك ممكن يوصل لالافات والملايين من الكاستمرز اللي موجودين حوالينا. كان زمان احنا بندرس للناس ان اي حد عنده فيدباك سواء ايجابي او سلبي بيوصل من 1 ل 11 اللي هو الكوميونتي اللي حواليه. دلوقتي على الديجيتال لو انا مسكت تليفوني دلوقتي انا عندي هاشتاج عليه اكسيد مور ذان 30 مليون. لو انا النهارده كتبت يا جماعه الخير انا حصل لي موقف من كذا، لو 100,000 شافوا واحد 100,000 واحد شافوا الموضوع. اتفضل دكتور عبد الرحمن. لا لا عفوا، هذه انا خلصت سؤالي، اشكرك شكرا جزيلا، استمر بارك. جاوبت على حضرتك كده؟ جاوبت جدا، بارك الله فيك، ربنا يخليك، استمر. واحنا برضك احنا بنعمل حاضر يا فندم، احنا بنعمل برضك يعني في القطاع الطبي ده برضك يعني مع انترناشونال اكاديمي احنا بنعمل كونسلتيشن وبنعمل حاجات لطيفه جدا. فممكن برضو لو حد اي محتاج اي حاجه او مور ديتيلز او تفاصيل اكتر